السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالاكسي اتاك ايلون فوتر ليفل 14 ميديوم ويف 1. ادي احنا شايفين الاتاك ما نزل لنا، الهجوم نزل لنا من فوق الى الاسفل. نحاول نبعد عن الهجوم، ناخد السلاح بتاعنا جنب الشاشة على الشمال بحيث ان احنا نقابل اول دخول. هنلاقي الويف بتاعتنا نزل معاها سلاح اللي هو الحزم النارية العالية، هنبدأ ناخده ونتعامل بيه بحيث ان احنا نخلص على الويف بسرعة. دخلنا على الويف التالتة، الويف التالتة هيبقى فيها برضو بتاع 3 أو 4 طلقات من الحزم النارية في كل جناح. السلاح اللي نازل ده انا مش بحبه في الليفل، في الليفل ده ما تستخدموش كتير بحيث ان انت تقدر تكمل، لان الحزم النارية بتاع السلاح ده كويسة وتقدر تواجه بيه الهجمات المزدوجة او الهجمات الفردية. طبعا هلاقي هنا في هجمات فردية متتالية، نحاول ناخد الطلقات الزيادة اللي بتجيلنا عشان نزود الحزم النارية بتاعة سلاحك. الويف الخامسة ويف برضو مش وحشة، سهلة، هو بس بيبقى فيه هجوم فردي من الإيلون. ونخلي بالنا من الصواريخ، لأن مع زيادة الحزم النارية ممكن الصاروخ ينزل عليك من غير ما تشوف السلاح. الويبن اللي هو بيبقى موجود ده مختلف عن الاشكال التانية، بيبقى رخم شوية في الايه، انه يموت بسرعة. طبعا احنا شايفين دي الاس هيت، هنبدأ نتوجه اليها بحيث ان احنا نقدر نخلص الليفل او الويب بسرعة. الويب السبعة نخلي بالنا يا جماعة، الويب التامنة فيها هجوم امامي وهجوم خلفي. هنقول اهو هجوم امامي، لذلك هناخد السلاح ونمشي بيه ناحية شمال الموبايل شوية، لأن الهجوم الخلفي ممكن يدمر لنا الدنيا كلها. طبعا نزل لي السلاح الأزرق ده أنا مش عايزه، مع إني بيدي حزم نارية مختلفة على الشاشة كلها، لكن أنا عايز أقابل في الويف التاسعة بالأخ بالسلاح ده، لأنه من الأسلحة القوية اللي له حزم نارية موجهة قوية جدا، تقدر تقابل بيه أي هجوم جماعي أو فردي. ليه؟ الايلون هنا طبعا انا شايف في حاجه جديده، ما اعرفش ايه دي بصراحه، اتمنى تكون حاجه كويسه. ادي اول ويف، وادي تاني ويف او تاني هجمه. نحاول نقف في مكان تكون الفتحات بتاعته بعيده عن رأس السلاح. اسمحوا لي ان انا ما اتكلمش عشان اركز في اللعبة. اللي جاي ده اصعب حاجة بصراحة. نبدأ ندي حزم زي الأولانية خالص، أنا شايف دي يعتبر أسهل واحدة فيهم، هي واللي جاي بعد كده صعب، اللي جاي صعب. دي سهلة برضو لحد ما، دي صعبة جدا. دي برضو من أصعب الويفرتس اللي جاية. لا دي سهلة، دي ممكن تكون سهلة شوية، بس نحاول نتحرك مع السلاح. دي من أصعبهم، دي أصعب. الحمد لله خلصنا الليفل 40 بأمان. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.